نظمت إدارة الصحة المساندة التابعة لكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين المنتدى الأول للوقاية من العدوى ومكافحتها بالتزامن مع اليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار صوت للقيادة الاستثمار في العاملين في مجال الوقاية من العدوى لإنقاذ الأرواح، وذلك بحضور ومشاركة نحو 140 من مقدمي وأخصائي الرعاية الصحية وممثلي القطاع الصحي والباحثين والأكاديميين. ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز المعرفة وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة والرعاية من خلال التدريب والتثقيف المبتكر والمؤثر في مجال الوقاية من عدوى ومكافحتها. بهذه المناسبة توجه البروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي لبوليتكنيك البحرين بجزيل الشكر والتقدير إلى المتحدثين وإلى إدارة الصحة المساندة على الإعداد والتنظيم للمنتدى، مشيرا إلى أن نجاح المنتدى بنسخته الأولى يحفز لبذل المزيد من العمل المميز والاختيار المناسب للمتحدثين وأوراق العمل التي تصب في مصلحة الممارس الصحي والمهتمين بمجال مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية. من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان جناحي مدير إدارة الصحة المساندة في بوليتكنيك البحرين أن المنتدى سيوفر فرصة قيمة لعرض مبادرات بوليتكنيك البحرين التي تهدف للاستثمار في العاملين في مجال الرعاية الصحية وبناء قدراتهم فيما يتعلق بالوقاية من العدوى. احنا عندنا فعالية في البوليتكنيك الأول من نوعها اللي هو منتدى الوقاية من العدوى ومكافحتها. دعينا فيها أغلب مؤسسات الرعاية الصحية من الخاص والعام، والحمد لله عندنا يعني عدد الحضور زاد عن 140 شخص، وراح نتكلم اليوم عن أهمية التدريب وزيادة معارف ومهارات العاملين في القطاع الصحي في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها. متشرف طبعا بدعوتي كمتحدث رسمي في الندوة التي تشكلها واللي نظمتها البوليتكنيك، وإن شاء الله راح تكون محاضرتي بعنوان مكافحة العدوى ونسبة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بالنسبة لمملكة البحرين ومنطقة الخليج، وشنو التحديات المستقبلية واللي ممكن احنا نقدر احنا مع بعض ان نعمل في هذا الصدد للتغلب على هذه الأمور وتقليل هذه النسبة من الميكروبات. اليوم احنا حابين نشكر بوليتكنيك على تنظيم المؤتمر الفعاليه هاي، واليوم احنا جدا سعيدين نكون جزء داعم لتطوير الطاقم الطبي البحريني والطاقم الصحي، ودائما بنكون متعاونين فأي فرصة نطور فيها المواطن البحريني. والجزئية الانفكشن كنترول جزئية جدا مهمة في المستشفيات سواء كانت الخاصة أو المستشفيات الحكومية. الندوة اللي منظمينها اليوم بوليتكنيك عن مكافحة العدوى وأهمية مكافحة العدوى وتفعيل البرنامج في كل المستشفيات في مملكة البحرين، وهذا يتصادف اليوم مع اليوم العالمي لنظافة الأيدي. طبعا هذا الموضوع جدا جدا مهم، خصوصا بعد ما تخلصنا من الكوفيد بانديميك، واحنا دائما في حاجه الى تفعيل مكافحه العدوى للتخلص من الميكروبات المقاومه الى المضادات.